السلام عليكم، مرحبا بكم من في قناتي المتواضعة عالم حمو جوجو. أتشرف بمعرفتكم ووجودكم، تابعوني فضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احنا اخوات في الدنيا؟ وحشتني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة يا جماعة جايلكم فيديو جديد. الفيديو ده حلو قوي وهيعجبكم جدا. وصفتنا النهاردة لعشاق السمك، لكل الناس اللي بتحب السمك واكتر الناس بتحب السمك، وانا طبعا بحب من عشاق السمك. فدي يا جماعة انا جايلكم سمكة حلوة قوي هنعمرها مع بعض، وهوريها لكم في الاول خالص وانا بنضفها وانا بقطعها، وبعد كده هوريها لكم هي بتتقلي. دي سمكة يا جماعة اسمها سمكة الحشايش، اكتر الناس عارفاها. دي سمكه حلوه قوي، ودي انا هعملها مقليه وانا قلتها لكم في الاول خالص اهي، لسه ما لمستهاش ولا نضفتها. زي ما انتم شايفين دي اسمها سمكه الحشايش اهي. الاولاد طبعا طلبوها مني، هما اللي عايزين السمكه دي عشان بيحبوها، فانا رحت وجبت لها لهم اهي. شايفين السمكه؟ بحاول اوريكم، هي بجد هي كبيره وحلوه. قولوا لي ايه رايكم في السمكه دي، واللي جربها يا جماعه قولوا لي ايه رايكم في طعمها. دي سمكه الحشايش اهي. عايزه اقول لكم ان انا جبتها، ودي اول مره انا هعملها. بحب اعمل سمك اللي هي البلطي، بحب اقليه جدا، بحب السمك البلطي المالي بيبقى حلو قوي. فانا جربت المره دي، قلت اجيب لهم السمك الحشايش. انتوا شايفينها دي اهي. دي طبعا باكلها عند حماتي على طول وعند ماما. فالنهارده بقى قررت ان انا اجيبها وانا اللي هعملها لهم. تقولي بقى في التعليقات ايه رايكم. بحاول اوريها لكم اهي. شايفين عامله ازاي اهي؟ هي حلوه بجد. وقلت طبعا انضفها الاول معاكم وتشوفوني وانا بعملها، وانا بنضفها وانا بقطعها، وهتشوفيني كمان بعد كده وانا بقليها، وتشوف الخلطه بتاعتي الجميله، التتبيله بتاعتها الحلوه اللي احنا هنعملوها، اللي تخلي السمك طبعا طعمه جميل جدا. هي زي ما قلت لكم النهارده هنعملهم. صفتنا النهارده عن سمك الحشايش. اللي جرب السمكه بقى يا جماعه يقول ايه رايه، ايه رايكم في السمكه دي اهي. دي طبعا الفيديو ده يا جماعه لعشاق السمك. اول حاجه انا عملتها جبت سمكه الحشايش بتاعتي اهي. شايفينها؟ حطها في الحوض اهي، عشان انا هشتغل في الحوض. هنضفها هنا، واي التسخات بتاعت السمكه انا هعينها على طول زي ما انتوا شايفين، طبعا عشان ما لخبطش الدنيا والشقة اهي. بحب اوريها لكم وانضفها، هوريها لكم عشان انتوا عارفين طبعا انا بصور بايد، وايدي التانية انا بشتغل بيها، فكل حاجة انا هعملها هوريها لكم. جبت السكينة اهي زي ما انتوا شايفين، وحك طبعا السيرفر اللي فيها ده، شايفينه اهو زي شايفين اهي. بحاول ان انضفها. فاهم حاجه يا جماعه سمكه الحشاش ننضفوها الاول، ونشوف طبعا السيرفر اللي شايفينه ده كله اهي، من هنا ومن الظهر طبعا. تفضلوا تنضفوها من هنا عشان طبعا هنقلوها زي ما انتم شايفين اهو. هتنضفوها كده وهنضفها هوريها لكم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه السمكة بتاعتي اهي. طبعا طلعت السيرفر من السكينة من ورا لقدام، وطبعا عايزة اقول لكم ان انا قطعت الديل اللي هنا اهي، قطعتها بالمقص. وطبعا لسه انا عايزة اقطع الراس، عشان ما بحبش انا بصراحة اقلي السمكة بتاعت الحشايش بالراس بتاعتها. وانا جبت في ريحي ده الكيس اهو، اي حاجة هنا انا بحطها في الحوض بحطها هنا طبعا. دلوقتي بقى انا هفتحها معاكم وهوريها لكم. زي ما انتم شايفين اهو، دي سمكة الحشايش بتاعتي اهي. طبعا نضفتها كويس قوي قوي، فتحت بطنها اهي. شايفين انا بطني غسلتها كويس جدا جدا، وطلعت كل اللي فيها. عايزه اقول لكم ان انا بوريك الفيديو ده من اوله لاخره، من اول السمكه انا عملت فيها ايه لغايه اما اقليها واطلع تطلع كمان من القلي، وتشوفها في الطبق بتاعنا الجميل احنا هنقدموه. قولوا لي بقى يا جماعه رايكم في السمكه دي، ورايكم في التنظيف بتاعي اهي زي ما انتم شايفينها. ودلوقتي بقى انا هقطعها. دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين انا جبتها هنا بقى على الرخامه بتاعتي اهي، عشان اقطعها معاكم اهي. هقطعها طبعا اجزاء وهتشوفوها معايا اهي يا جماعه. وعايزه اقول لكم شايفينها من جوه نضيفه جدا، انا نضفتها كويس قوي قوي وغسلتها كويس. ايه رايكم؟ ودلوقتي لسه هقطعها معاكم.
شايفين بقى دلوقتي يا جماعة، انا قطعت السمكة زي ما انتوا شايفين اهو، دي سمكة الحشايش اهي، انا قطعتها قطعتها زي ما شايفين اهي، ده الديل اهو وانا مقطعاها اهي. ايه رأيكم بقى تقطيعتي اهي؟ ودلوقتي بقى نحضر التتبيلة بتاعتنا اللي احنا هنتبل بيها السمكة ونقلوها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي انا حاضره التتبيله بتاعتي، تتبيله السمك الجميله اللي انا بحبها، وجربوها يا جماعه تعجبكم جدا. جبت طماطمايه، هحط في ال هحط طبعا سن الطماطمايه مش ياما، وجايبه الثوم اهو زي ما انتوا شايفين، وخضره، وده الملح، ده الكمون، وده بابريكا، وده الزعفران اهو. هحطهم بقى ايه معايا في الكبه بتاعتي، وفلفل اخضر، بحب احط بقى قرن فلفل اخضر كده مع التتبيله بتاعتي اللي بتتعمل في الكبه، بتبقى حلوه قوي 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 بجد، بتدي طعم حلو قوي في التتبيله بتاعت السمك. زي ما انتوا عارفين دلوقتي بعمل تتبيله السمك الحشايش، التتبيله دي حلوه جدا وبتدي طعم حلو قوي قوي، جربوها اهي. شايفين المكونات بتاعتي دلوقتي بقى احط في الكبه، دي الكبه بتاعتي يا جماعه، الكبه الصغيره اللي عندي بتاعت الخلاطه هي، حطيت فيها طبعا الملح، وحط فيها طبعا الحاجات اللي وريتها لكم زي ما انتم شايفين اهو، حطيت كل المكونات بتاعتي اللي وريتها لكم طبعا في الكبه هنا، هضربها طبعا هي، وهوريها لكم طبعا وانا بضربها. بعد ما ضربتها هنا بكل التتبيله بتاعتي الجميله، التتبيله دي حلوه قوي قوي، بتعمل طعم جميل جدا جدا للسمك، جربوها يا جماعه بجد مش هتندموا. بوريها لكم اهي، حاطط كله هنا، شايفين بقى يا جماعه دي التتبيله، تتبيله السمك اللي عاملاها اللي انا وريت لكم المكونات بتاعتها، شايفينها في الاخر حلوه ازاي اهي. وعايز اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي، زي ما قلت لكم جربوا التتبيله دي، التتبيله دي حلوه جدا 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 للسمك، وتخليه طعمه حلو قوي. ده السمك بتاعنا، سمك الحشايش بتاعنا اهو، اللي انا دلوقتي هتبل ايه التتبيله هنا في السمك زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين اهو، ده السمك بتاعي، سمك الحشايش الرهيب طبعا، وطعمه لذيذ جدا، هوريه لكم طبعا لما يتقلي. زي ما انتوا شايفين اهو انا عملت التتبيله بتاعته، تبلته، وده الدقيق اللي انا هقص فيه السمك. مثلا هجيب السمكه من الديل ده اهو، عايزه اقول لكم ان انا ايه تبلته برضو من هنا، وشو ظهره من جوه طبعا. التتبيله دي حلوه قوي قوي بجد يا جماعه، جربوها وتحطوا فيها الفلفل الاخضر زي ما انتم شفتم، بيدي طعم حلو قوي قوي للسمكه اهي. طبعا وانتم بتعملوه بالدقيق طبعا تفضوا الدقيق منه اهو. هجيب التانيه واحطها برضو في الدقيق وهقلبها. زي ما انتم شايفين اهو، جبت السمك بتاعي طبعا حطيت فيه الدقيق، وانا ولعت على الزيت اهو، زيت دلوقتي على النار عشان اقل السمك بتاعي زي ما انتم شايفينه اهو. حطيت دلوقتي السمك الحشايش بتاعي في الزيت عشان اقليه اهو، يتحمر بقى من تحت، اقلبه اهو يا جماعه. وعرفوني بقى التعليقات، بتحبوا سمك الحشاش مقلي ولا بتحبوه ايه؟ شايفين بقى هو طعمه حلو قوي ولذيذ، وهوريه لكم طبعا بعد ما يطلع من النار. وانا عملت في ريحه كمان شويه رز، وعملت كمان سلطه، غدوه حلوه قوي وجميله، وهتعجب طبعا اولادي اهي. شايفين بقى يا جماعه شكل السمك، سمك الحشايش عملناه اهو، هو في الزيت طبعا انا قلبته، شايفين احمر وحلو ازاي. وعايزه اقول لكم ان ريحه التتبيله طالعه طبعا، طالعه ريحتها حلوه قوي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ انا بحب اللون ده، اللون ده بيبقى حلو قوي، اول ما يوصل الدرجه من تحت انا هطلعه اهو.
خلاص بقى يا جماعة، حضرنا الغدا بتاعنا. وليه بقى، ايه رأيكم في سمك الحشايش الجميل ده؟ زي ما انتوا شايفين كده، ده الطبق بتاعي اهو اللي انا حضرته. زي ما انتوا شايفين حلو قوي قوي بجد، ولونه جميل تحفة. ده السمك اللي احنا حضرناه اهو، دي جدوتنا الحلوة. وده الرز طبعا زي ما قلت لكم، عامل فيه رز ابيض اهو، من السمك طبعا بيحب الرز اهي. ودي طبعا السلطة بتاعتنا، عملت طبق سلطة حلو قوي في ريح الاكل. قولي لي بقى ايه رايكم في الاكله الجميله دي، وعرفوني بقى يا جماعه في التعليقات. وراكم في اكله السمكه الحلوه دي اهي، غدوه هنيه، تعالوا اتفضلوا معانا اهي يا جماعه. ما تنسوش بقى يا جماعه تدعموني وتحطوا لي اللايك بتاعكم الجميل، والتعليق بتاعكم حلو بيفرحني. واللي داخل عندي جديد يا جماعه يفعل زر الجرس ويعمل الكل عشان يوصل له كل جديد. ومع السلامه.